ما تفتحوا الباب، هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راوية سيف الدين القاضي؟ ايوه. اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليك قضية. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. ألف شكر، سلام عليكم. هي القضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها، فالجاني يا أستاذ خلص، بقالك 4 ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيدي الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صاحبي، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها، مش واحد ومراته. والعيش والملح يا سعادة الباشا لو الحق. التتة دي ما تتعشرش، دي مبهدلة أختي آخر بهدلة، أخت منار هي جوزها الأستاذ رؤوف، راجل محترم. يا باشا دي مربية كلام مسعور عندها في البيت، السبع ده لوحده 4 عقل طايرة منه، ده غير لما مؤاخذة اللي أنا اتعضيت. بس أقول لك يعني دي مش موضوعنا، أنا حقي وهاخده، على الطلاق اللي هاخده، لما مؤاخذة سعادة الباشا. على اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كانوا عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك جات لي مكتبي طالبة تاخد مرتباتهم بإيديها يا فندم. حضرتك أنا ولعت صوابعي ال10 شمع ومفيش فايدة. أكلمها بالهداوة تشخط وتنطق، أعمل لها سفرة مليانة أكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك إحنا حياتنا كئيبة قوي، معيشانا زي ما يكون ميتنا ميت. يا فندم إحنا في عز شبابنا، عايزين نعيش زي ما إحنا عايزين مش زي ما هي عايزة. مساء الخير يا ريس. حضرتك يا فندم يعني سوري ان انا يعني متردد شويه، لان انا ما كنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياه يعني اخر مرمطه، ومش حضرتك السنه دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مرمطه 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 يعني. وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معامله حضرتك يعني مش يعني سوري مش قادر اقولها في المحكمه، بس حضرتك يعني امراتي حامل الحمد لله عقبال اولاد حضرتك. وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه الله يرحمه، قال لي انت لازم تكون قدوه، فحضرتك فكر معايا يعني تكون قدوه لمين؟ للناس اللي قاعده دي حضرتك اكيد لاولادي صح؟ ازاي حضرتك ابقى قدوه لاولادي وانا بتعامل المعامله دي يعني؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوري يعني بطلتش قفا يعني الحاجات اللي انا متضايق من تيتا، عشان اعتقد ان ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي، وما كنتش عايز اقف في الموقف ده. انا اسف ان خدت من وقت حضرتك كتير، شكرا قوي. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي. إذا كان أولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي إحنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. أنا عندي 85 سنة يعني رجلي والقبر، ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي، وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد. معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض؟ سور بين الولد وامه، وسور بين البنت وابوها، خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. غلط ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته؟ يمكن أنا عصبية شوية، لكن والله العظيم أنا أملي في الدنيا إنهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك، أنا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقد أهو، ربنا يهنيك أنت ومراتك.
بخير يا دكتور، طمني. استاذ رؤوف بتقول لحضرتك ما تنساش تاكل كلاب. حاضر حاضر، هاكل الكلاب هاكله. اللهم صل على النبي، بارك النبي بخير. اللي زي تيتا دي متاسسه على قديمه. عايز حاجه رؤوف؟ يتشكى يا ابويا. عايز فلوس؟ ربنا يخليك يا ابويا. بيت، خلي بالك من جوزك، حجنين عليه. ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام رؤوف، هبكلمك. ها ماشي، متشكى قوي متشكى قوي. حتى وهي تعبانه اكل الكلاب واوضات اوضات. اه بس البيت فاضي يا رؤوف. يلا تسم ايدك اهونا. اتفضل. حطيتي ملح؟ خدي حبه. لا ليه؟ ما بحبوش. سبحان الله، احلى واحده تعمل فشار ما بتحبش الفشار. بقول لك يا منار، بكره ان شاء الله تيتا هتخرج من المستشفى، عايزين بقى نستقبلها باكله تقوم عضمها. هنزل اجيب لها شويه بتلو، وهي بتموت في البتلو حبيبتي، واجيب لها بطايه. حيلك حيلك ايه ده كله؟ تيتا ملهاش في الهيصه دي. انا عندي فرخه في الثلاجه، اسلقها ونعمل شويه شوربه خضار. اوكي. بقول لك ايه؟ احنا خلاص هيبقى عندنا عيل، لازم نعقل شويه ونصرف في الاساسيات وبس، وما نقعدش نجيب في حاجات ملهاش لازمه. حاجه يا منار، انت حاجه يا منار، مش ناقصه الزعيق. ما صدقنا ان احنا شويه من الزعيق. خلاص احنا شكلنا كل ما فكر غلط يا حبيبي. ما هي كانت عصبيه قوي بصراحه، خليتنا فهمناها غلط. بس تصدق هي وحشتني. ما تقلقش انا هفرفشها لك. ايوه يا نهار اسود، نسيت اكل الكلاب. كلاب كده برضك يا رؤوف؟ حرام عليك بقى، وانا كل شويه هقعد انضف. ايش هيك يا منور؟ لو سمحت، هي الحكه اللي كانت جوه نقلتوها اوضه تانية ولا لسه جوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله. ماتت وهي زعلانه مني يا منور، كان نفسي اوضحها، بس انا عارف ان هي كانت بتحبني، وانا والله بحبها، بس ما كنتش اتصور ان انا بحبها قوي كده. هو ليه منار انسان بيشوف الوحش بس؟ الست دي كانت عصبيه وبتتنافس، بس ما كان لازم تربيني. امال مين هيربيني؟ مسكوا بقى ده منار، دول حاجة كبيرة قوي ما بنحسش بيها لما تروح مننا. الله يرحمك يا تيتا. الست دي يا منار هي اللي خلتني بني آدم. يا حيوان، انت فين يا حيوان؟ رؤوف. ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الأوضة لوحدي؟ جايبني في مستشفى زباله ما بيفهموش اي حاجه في الطب. ادوخ شويه يدخلوني الانعاش. كفايه والنبي يا تيتا كفايه. الحمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا يلا نمشي، يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف. طيب يا رؤوف، ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي افندم ابقوا تاكدوا من المعلومات قبل ما تمرمطونا. حضرتك تقصد الحاجة راوية؟ أنا كان قصدي واحدة تانية خالص. الحاجة راوية دي صحتها بومب. تشكرين. يلا يا حيوان.